أربعة، الله، الوطن، كوكاكولا، كتاب يتحدث عن سر عمره 150 سنة. الجملة صادمة. احنا باستمرار في الطبعة الأولى بنشير إلى الكتب اللي هي تثير الانتباه في القراءة. طبعا آلاف الكتب تثير الانتباه، إنما كل مدى بنشير إلى كتاب. كتاب النهاردة لمؤلف اسمه بيندر جراست. المؤلف عمل كتاب عنوانه طبعا لافت جدا للنظر، الله، الوطن، كوكاكولا، على مشروب كوكاكولا. وطبعا قصص أسطورية كتيرة حول هذا الموضوع. موقع هافينجتون بوست اتكلم عن الكتاب وعن قصص السر اللي عمره 150 سنة. أصل القصة سنة 1886، مش 1900، 1886. كان في ضابط صيدلي، يعني خريج صيدلة لكن ضابط في الجيش الأمريكي. الضابط ده لما تقاعد كان مدمن على المورفين، وعلشان هو مدمن فبيشوف ايه الادوات، بيبتكر في حاجات عشان خاطر هو يستخدمها كمدمن للمورفين. الضابط الصيدلي ده اخترع مشروب، قعد بقى يركب ده على ده على ده. التركيبة دي كلها سماها كوكاكولا، لان هي من مواد بعضها كان مخدر، وانتهت الى كوكاكولا المشروب اللي هو عمله سنة 1886. بعد كده اتطور هذا المشروب للعلاج، بقى الناس اللي بطنها بتوجعها تشرب كوكاكولا، اللي عنده صداع يشرب كوكاكولا، اللي عيان بأي حاجة يشرب كوكاكولا. علشان كده زمان في الريف المصري، واحنا كنا بسيون زمان عارفين الكلام ده، ان كان ممكن لو حد عيان يقولك روح هاتله حاجة ساعة. هو ده مش نتيجة تفكير هنا، انما اصل الفكرة كان كده. ده كان في الاصل علاج للصداع وجع البطن، الناس العيانة تشرب الكوكاكولا او بعد كده مادة الكولا عموما. التركيبة بقى دي بتاعت كوكاكولا سر خطير جدا طبقا لهذا الكتاب، محدش يعرفها. لو فاكرين طبعا حسن عبدين وسر شويبس، هو فعلا في سر لهذه الخلطة. حد يقول لي طب كوكاكولا اللي في مصر ولا في السعودية ولا في أي بلد بتيجي المادة دي جاهزة، بتتصنعش لا في مصر ولا بتتصنع حتى في أوروبا ولا في آسيا، بتيجي جاهزة كلها من أمريكا، تدخل على خطوط الإنتاج وبعدين يطلع في الآخر مشروب كوكاكولا أو بيبسي كولا. إنما هو في الأصل بيجي هذه المادة وهذه الخلطة من أمريكا. طبعا أفوار بقى هم في الموضوع. وبعدين بقى في هذا الكتاب بيتكلموا إن سنة 1920 حد اشترى بقى الملكية الفكرية، سماها 7X، راح بنك في أتلانتا خبى هذا الموضوع، بنوا قبو فوق السر بتاع كوكاكولا عشان محدش يعرف يوصل لهذا السر. سنة بقى 2006 بعد 86 سنة تقريبا راحوا وعملوا نقلوا الكلام ده لمقر كوكاكولا، بس عاملين بقى 8000 حاجة عشان توصل لهذا المكان اللي فيه سر هذه التركيبة. وإن 2 بس من كبار المديرين كوكاكولا في العالم اللي يعرفوا سر هذه الخلطة، ودول ممنوعين يركبوا طيارة واحدة مع بعض. الكتاب بيقول إن فيه وصفات اتعملت كتيرة جدا، لكن استمر هذا المشروب هو اللي قوي، هو اللي أسند الآخرين، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. ده كتاب ممكن أصلا ما يكونش مهم، لكن عنوانه لافت للانتباه. والأمر الثاني إن الشركات دلوقتي أحيانا أقوى من الدول. يعني كوكاكولا الكلام الرسمي إنها ربحت السنة اللي فاتت قد ضعف قناة السويس في مصر. بنتكلم على أرباح خرافية لهذه الشركات. بنتكلم على عدد لا نهائي من العمال. بنتكلم على أرباح، يعني في اليوم الواحد أرباح هذه الشركات ممكن يكون قد دول لمدة عام كامل، الدول الصغيرة. إذن الشركات الكبرى دي كلها اللي ليها تاريخ يا إما تكمل وتطور. طبعا كل ده أنا تقدير إنه أفورة، مفيش سر كوكاكولا بهذه الخطورة، وإلا ما كانش طلعت بيبسي كولا بعد كده. وفي شركات أخرى مش معقول إن 2 عندهم السر، محدش شركة بيعت تاني طيارة، ده كلام طبعا مش منطقي. فهم بيأفوروا في الموضوع على النمط الأمريكي الهوليودي عشان يعمل أسطورة حول الكولا عموما وحول كوكاكولا أو بيبسي كولا. إنما الشركات زي الدول زي الأفراد تكبر وتشيخ، إن ما كانتش تطور نفسها تسقط على الفور. اتكلمنا قبل كده على شركة نوكيا اللي كانت ولا حاجة وبقت حاجة عملاقة جدا، وبعدين انتكست من جديد وأصبحت شركة
ملهاش وزن كبير. الشركات زي الدول زي الأفراد، قصة صعود وقصة هبوط. فالقصة من هذا الكتاب ازاي مشروب تافه ما كانش ليه أي لازمة، واحد قاعد بيتسلى، اتحول لملكية فكرية، اتنقل كملكية فكرية من شركة إلى شركة ليصبح من أكبر الشركات في العالم، وتصاغ الأساطير حول هذا المشروب، وفي النهاية ما بعد الأساطير مليارات الدولارات من الأرباح السنوية. إنها قصة هذا الكتاب أو سر عمره 150 سنة.